الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات العامة لاستعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التحول للري الحديث. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة. الواحدة ظهرا في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النار. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع واستعرض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي. كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مساء الأمس اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع كل من وزراء الأوقاف والموارد المائية والعدل والمالية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن منظومة التحول للري الحديث تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس السيسي نظرا لما تقدمه من نتائج إيجابية كبيرة سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، ممثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية. وقد وجه مدبولي بضرورة العمل على توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث والتأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير هذه الاحتياجات. كما كلف مدبولي بالاستعداد لإطلاق برنامج ضخم للتحول للري الحديث، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالغة وفوائد عديدة سيجني المزارعون ثمارها. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 813 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115414 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ولافتا إلى وفاة 55 حالة جديدة. صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات غير الملتزمة. وقال الوزير إن الشركات الخمسة التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين، وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك. وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم، وفي نفس الوقت لم يقوموا بالانضمام للمنظومة. وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار تقريرا عن موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القاهرة التاريخية وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي. وقال الدكتور عاصم الجزار
جاري تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة الإنجازات الإجمالية ما يزيد على 85%. وأضاف الوزير بأنه جاري تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالقطاع الأول 95%. وأشار الجزار إلى أنه جاري تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث يجري تنفيذ مشروع بلغت نسبة تنفيذه 72%. وقال الجزار أيضا بأنه جاري تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. كان هذا موجز الواحد ظهرا من تلفزيون النهاردة، دمتم بخير وإلى اللقاء.